السلام عليكم، حبينا نشاركوا معكم فيديو لصحة الزاوش على رجليه وعلى الباك ديالو. هادو اللي يديروا البحوث خرجوا هاد القصبة هادية، هاليك هي بلاستيكا وفيها شغل الكريستال، بصح الكريستال هذا لاصق، دايرين نكول ورامين عليه هذا الكريستال، ها كيما راكو تشوفوا فيها حرشها كاع يدير. الور كي نسيتها وشت كيفاش مخدومه، جاتني ايدي واحد اخرى وقلت نشارك خاوتي فيها، باسكو انايا اللي دايرها ديجا الزواوش زواوشي كاع داير لهم. دوك نوري لكم ليدي اللي من هاد القصبه هادية، من هاد البلاستيكا الحرشه اللي فيها شغل الكريستال، خدموها سبيسيال للباك ديالو ورجليه باش ما يكونوش المشاكل. وانا ننصح كاع المربيين ولا اي يعني مربي ولا ماتور ولا ما تخليو ما ديروش الزاوش، ما تعطيولوش هذوك القصب تاع البلاستيك، ما تعطيولوش حاجه اللي تخسر الرجلين. الزاوش سيبيان البلاستيك، وفي الغابه يوقف على الحطب، وحده صغيره وحده كبيره وحده مشوكه، خلق له ربي رجليه دوك نوري لكم كيفاش خدمت حاجه واحده اخرى لراحه الزاوش كيما هادي. هيا دوك نجي لكم احكبوا قصبه هكذا، يا ما تكون ماشي تكون رقيقه بزاف او خشينه بزاف، في الخشن زعما ولا كانت هاد الموديل ديرو يتباع هكذايا، ولا تنحيو زعما نقولو من الغابة، ولا تكون قصبة عادي القبضة ديالها ماشي حتى رجليه يتغلقو كاع يديك، وماشي حتى رجليه يتحلو كومبلي. دو بريفيرونس لازم يكونو عندو زوج قصبات، وحدة باش رجلو تقعد محلولة وحدة باش يدورها، وين يحب هو يوقف يوقف. المهم تحكمو حطبة هكذايا لصقة خاوتي من نوع الرافع، من نوع الرافع ماشي هذيك اللي ديروا الرمل ومن بعد يطير، خاطش ما يخفالكمش باللي الزاوش ياكل الرمل وياكل التراب ويرعاه، هو ياكل هاد الحوايج، هاد الحوايج يعيش بيهم هو. المهم احكموا نتوما حطبها، ديروا اللصقه عمروها باللصقه، ومن بعد تيك جوزوا عليها البانسو باش الحطبه هذيك تولي مغطيه كاع باللصقه، ومن بعد دردروا هكذايا الرمل فوقها. كي تشوفوا رمل قاعد يتلصق فيها واللي وحكموا هكذا حفنه في يدكم هكذا، ودير القصبة هكذا بين يدك باش يدخل قاعيتك الرمل لداخل ويلصق. ها هذه تجربة برك، وانتوما القصبة ديروها كومبلي، هذه يعني غير كيما درتها جديدة، وانتوما ديروا القصبة كومبلي عمروها هكذايا وخليوها تيبس، خليوها تيبس ليلة من قبل ما تعطيوها له. هاي واحدة أخرى كانت واجدة، هاي ليك ها ما طير ما والو، ها 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 تقعد على حالها، ومام طون الزاوش يرحي الباك ديالو بيان، ومام طون رجليه يكونوا ألاز، والبروتيين على دفورتيه انتوما اللي كل مربي كونترولي هو زواوشو. وسلام عليكم، وشاريوا هذا الفيديو كاع مع الناس باش ينقص هذا البروبلام تاع الرجلين والباك اللي ما عندوش القوه باش يكسر به، باسكو هو ما تخفالكمش باللي الباك ديالو يرحيه، كي تكون حاجه حرشه هكذايا يرحيه يرجعو مسقم. ونخاو ندير لكم دو فوطو كي جبتو من الخلا كيفاش فمو محلول، وكي بعد 8 شهور كيفاش ولا فمو. هيا السلام عليكم. التصويره الاولى كي جا من الخلا، شوفوا الفيد اللي عنده في فمو، وبعد 8 شهور لا فوتو دوزيام، التصويره الدوزيام شوفوا الباك ديالو. هذه حاجه درتها لجميع صحه الطير هي يعني، وان شاء الله مجمع واحد يشوف هذا الفيديو يدعينا ويشاريه مع خاوتو باش يستعمل هذه العفسه باش الطير ياخذ راحته داخل الكاجا ديالو. السلام عليكم.